مساء الخير. مساء النور. ايه جو برد ولا حر ولا ايه؟ لا لا جو عادي. ايه يا عم عجبك اللي حصل في السنغال ده؟ لا والله انا من اسوان اصلا. ايه انا من اسوان اصلا. انا عارف بس انا افتكرت ست شبه الباك ليفت صح. اسمه ايه؟ ما اعرفش والله. اللي هو بيلعب باريس سان جيرمان. لا مش فاكر ما اعرفوش. وانت شبه الوينج ليفت بيلعب في الاولمبيك. انا ما بتابعش كوره صراحه. كبير شفت كبير قوي. شفت ايه بقى؟ ماليش في الكوره. كبير قوي ده كوره ده مكي. ايه مفيش في حاجه. ديك في ايه طيب؟ ولا حاجه. دراسه؟ لا. فشلت؟ اه. يعني انت معاك شهاده ولا؟ هجيب. معاك ايه؟ بكالوريوس لسه هجيب. انت لسه بتدرس يعني؟ اه. طب ما انت نجحت اهو في التعليم يا عم. طب ماشي. زعلني قوي على فكره. انا زعلت. ايه يا اسطى حتى صاحبك ده بعيط خليته بعيط. قول له قول له معلش. معلش بقى صح. قول له تقدم. عارف اغنيه تقدم؟ لا. عايزين. مفيش مستحيل يا عم. قول ورايا. انا هنجح. انا هنجح. هنجح. قول انا هنجح. انا هنجح. انا مش فاشل. انا طويل. انا طويل. انا طويل قوي. انا طويل قوي قوي. انا مش فاشل. انا مش فاشل. الحلقه خلصت كده. ماشي. انت عامل ايه؟ مين فيكم بيغني كده؟ بغني؟ بس يلا بغني ايه؟ بس انا بغني نوع بغني راب فاهم. راب كده. يلا ماشي. استنى هغني فيرس بس. هغني فيرس وهسكت لان انا ده لازم يبقى فيه بيتات وحاجات. ماشي حاجه كده. المهم دلوقتي ان اتصل بالسما وانفصل بتاكي شويه بتتكسر مفك بربطك تتفك تتريح بسيبك تتقهر بنزل تبهر دسك تتشير تملوا منك ستوري تتفهم هنولع في لوكو تزات تدفن كده. خلصت الاغنيه؟ ده فيرس. انا مش هغني اغنيه كامله. فيرس يعني ايه؟ ده انا فيرس بيوجعني. فيرس بيبقى جزء منها فاهم. جزء من الكلام المذهب يعني. اه. ما هو الوجار؟ الايه؟ الوجار. الوجار؟ في اللغه يعني. الوجار في اللغه. انت بقى مطرب بقى. استنى استنى. اسمك ايه؟ زياد. زياد اللي بيغني وقال لنا فيرس دلوقتي وليأكل على فيرس وينفع نفسه. طب اسالك سؤال كده يمكن تعرفه كده. مين عاوز يكسب معانا؟ انا. قول يا رب. حطوا ايديكوا على ايدين بعض كده. الوجار هو ايه؟ الوجار. ايه؟ الوجار هو ايه؟ الايه؟ وجار. وجار. طيب اشترك. قول انا هبقى هنجح. يلا اعملوا كده. الوجار هو ايه؟ يلا اطلعوا لفوق. الوجار هو ايه؟ يعني مش عارف. طب هديك مصطلح في اللغه العربيه. صح. ده بيجي على الفعل ولا على الفعل ولا هو عباره عن ايه؟ هو في المطلق كده معنى حاجه. هو وصف حاجه. هو وصف حاجه. وجار ده حاجه اللي هو ليه هيبه تقريبا. صح. يعني زي انت اللي ده ليه هيبه كده يا صاحبك. لا لا ليه هيبه يا عم. لا ليه هيبه. ليك هيبه ولا لا؟ قول انا طويل. انا طويل. طويل قوي. طويل قوي. انا ناجح مش فاشل. انا ناجح وهشتغل. حاضر. الوجار هو يا رجاله. طب سؤال تاني. طيب ولا فيش غير السؤال ده؟ اهو ايه الوجار؟ انا وزه منتصر. ها؟ انا وزه منتصر. وزه منتصر. ده ايه؟ بروديوسر. جنبي رابر. ولا اي شغلانه ملهاش معنى. والله يعني بتعمل ايه يعني؟ لا مش حاجه. هوايه من وقت فاضي وقت فراغ. معانا وزه اهو. فين وزه؟ مش انت بتقول وزه منتصر؟ ايوه انا وزه اهو. انت وزه؟ انا وزه. واسمه ايه؟ وزه. وزه انت؟ انا وزه منتصر. ده بقى انت عايز تعرف اسمه ده؟ ده وزه. ده عالي. انا ديزي ووزه وعفرط. عفرط. انا لازم اخلص القاعه ده. قول لي اساميكوا تاني. عفرط. عفرط. وزه منتصر. بيقولها كده والله. ايوه وزه منتصر. وزه منتصر. وانا ديزي. ديزي. ديزل. ديزي. ديزي. احمد سعد. محمود. علي. علي. هو الوجار بقى. الوجار. يلا وزه تعالى معايا. وزه وزه خليك معانا. الوجار هو ايه؟ ايه فرقه بائسه. كل واحد مننا يضرب الثاني ألم. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. اهلا بيك استاذ صالح. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ الحمد لله بنعم والله. انا شفت واحد شبهك في فول الصين العظيم. فاكر كان مع هنيدي ده؟ سيني. 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 انت شبه والله. ما انا عامل لوك بقى كده تغيير معاه عشان سيني ده. هو لوك بس والله يعني. هو عشان بس ابقى جه ابقى انا يعني. محمود سمير. اسمك محمود سمير. بس ملوش علاقه بفول الصين العظيم. لا 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 انا راجل مطرب شعبي بس. مطرب. مطرب شعبي. مالكش علاقه بالفول. لا 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 ولا الصين خالص. الحمد لله شعبي. طب انا اسالك ولا غني؟ يلا براحتك. هتسالني اغني براحتك. الاثنين ماشي. غني. ليالينا ليالينا وتايتا بينا بينا ليالينا
وليالينا ليالينا لا 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 وتايتزا بينا بينا ليالينا لا وتايت بينا تايت ليالينا ليالينا وقلنا هنرزا هنرزا على مينا مشينا وادينا من غير اهالينا ولا حد بإزال فينا وتاني الدنيا غدارة غدارة. ما زعلش يا محمود حبيبي حلوة الأغاني دي يا ربي يخليك يا حبيبي ربنا يكرمك يا ربي يخليك. على فكرة أنا عامل أغنية اسمها إحنا ناس شبعانة، الأغنية دي شغالة في الشارع والله. بس إحنا عاوزين حاجة على الناس تعمل رجيم رجيم؟ الناس تخس يعني. تمام ماشي. يعني الناس شبعانة ما تاكلش كتير وبلاش فطير وبلاش فطير ولا كحك، هي كحكاية واحدة أولا فلوس ثانيا صحة وبسكويتة. ايوه بس انت عارف رمضان كل سنه وانت طيب الناس بسم الله ما شاء الله. طب ما انت اهو خسيت اهو. بس انا كرش كبير شويه بصراحه يعني. سالك سؤال، ما هو الوجار؟ ما هو الوجار؟ ما هو الوجار؟ غنيه. لا مش الوجار. الوجار لا مش الوجار. الوجار لا مش عارفه. طب قول لنا عن الناس شبعانه كده. بطلت يوم هعمل جدع مع ناس بتاخد كل حاجة بدالة، ناس كدابين دول طلعوا غدارين ولا منهم شفت البدا، واحنا ناس شبعانة ربنا اللي دالة. وعمرين صورتك قبل كده وانت قاعد اقعد تحت. ده انت قاعد تحت. حلوه القعده دي يا اسطى. احط ايه؟ ممكن تاخد حد وراك ولا ايه؟ اكيد يا عم هو متسكر. تعالى اكيد. انت عامل ايه؟ الحمد لله. ما هو الوجار. ايه يا عم الشياكه دي؟ اسمك ايه؟ اسلام. اسلام ما هو الوجار بندور عليه. تعالى جنبك. انتوا مع بعض؟ مع بعض. انت ساكن فين؟ انا في بشتيل. يعني بتمشي بالبتاع ده لغايه هنا؟ لا اكيد لا يعني. تاخده معاك وتركب المواصله. طب ممكن تاخد معاك حد؟ ممكن اقعد قدامنا هنا. طب ليه ما تمشيش على الكورنيش لغايه هناك؟ ما الطريق بقى الارضيه ما بتبقاش كويسه. مطبات وبتاع. تلاقي نفسك طاير ونازل. نعم طاير بالعربيات بقى ان شاء الله. والله نفس الحاجات تنتشر يعني. ما هو الوجار؟ ما هو ايه؟ الوجار. هو في اللغه. في اللغه. اللغه العربيه اكيد. لا مش عارف الحوار. الوجار؟ انت بتشتغل ايه؟ انا شغال في وانت؟ لا لسه طالب. سنه كام؟ انا في ثانيه جامعه. طب اقعد بقى اديها بقى خلاص. اقعد ناخد لك شوت وانت راكب المواصلات. بس نفتح جوجل نشوف. لا اوعى. اوعى تبوظ كل حاجه. تبوظ كل حاجه. اوعى. طب ما انت ممكن زمان. يعني ممكن ترجع وتجي لي ثاني كني لسه جديد وانا اشوف. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلادي تعدي على خير. مساء الخير. مساء الفل حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت منين؟ السعوديه. منورين مصر. نورك يا حبيبي. منورين منورين. انت مداري ورا البالونه ليه؟ انتوا بقالكم قد ايه في القاهره هنا؟ لا انا لسه يومين كده والله. ان شاء الله. حظ عشان اشوفك حبيبي. حظ حلو والله. ايه رايكم في الصيام هنا بقى؟ لا ما شاء الله الحمد لله كله. فسحتوا ولا لسه رايحين تفسحوا ولا ايه؟ دلوقتي لسه اخر كده. عايزين مع السحور. مع السحور. ايه سحروا؟ ايه فول وطعميه زي هنا ولا تسحروا ايه؟ لا حاجة خفيفة. كبسة رز. كبسة رز. احنا طعمية فول. لا احنا غير. احنا نفطر كبسة لحمة وبعدين نقلب. انتوا العكس. احنا العكس. هتعيدوا هنا. ان شاء الله. دعوة كل اخواننا العرب. العيد في مصر هنا فرحة وحاجة جميلة. مساء الخير. اسمك ايه؟ ريمان. 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 انت منين؟ من السعوديه؟ من جده. من جده. جده دي بلد جميله يعني. نورين. مش عايز تقول اي حاجه كده للاهل في السعوديه؟ تقول لهم ايه؟ بنحيي اخواننا في السعوديه. قول لهم كلمه. لا يفوتكم رمضان والعيد في مصر. فانتاستيك. وانت اصحابك كلهم حاجه. اهلين بالعيال. لا تفوتكم مصر. سالكوا سؤال البرنامج. ما هو الوجار؟ تاخدوا هديه كبيره قوي. ما هو الوجار؟ الوقار. اسمع لك ايه؟ فيصل.
فيصل من السعودية هنا بيسأله ما هو الوجار، بتقول ايه؟ عملت ايه؟ مبسوط يا فيصل حبيبي، في شارع هنا كبير ها؟ الوقار الوقار مانع. انا ليه؟ انا ازاي؟ انا امتى؟ انا مالي؟ الحمد لله على السلامة. اهلا بيك. الحمد لله. منين؟ من اليمن. تخوات ها؟ لا توأم؟ لا لا مش توأم، مش شبه بعض، اصدقاء. ها؟ اصدقاء اصحاب 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 اكتر من اخواتي يا عم. العيش والملع صح؟ اه. والصاحب بيخاف على صاحبه اكيد، لان انا بدور على الوجار اللي هو ايه. الوجار اللي هو ايه؟ ليه؟ الجار. الوجار اه. الوجار هو في اللغه على فكره وصف الحاجه. الوجار محافظ على الشيء، حافظ عليه، حافظ على نفسك. ها؟ أه؟ وعلى الرجيم كده اه. تحافظ على نفسك اوعى تمشي غلط. لا مش امشي عادي، الاحتار ايه؟ عدوك فيه. قول له المثل بيقول ايه؟ ليه؟ المثل بيقول ايه؟ امشي عادي الاحتار عدوك فيه. انا بقول له كده، هو بيقول لي لا امشي عادي الاحتار عدوك فيه. الوقار هو ايه؟ الوقار ايه؟ الوقار والحجاب. الحجاب اه وقار. يحزني يا الله. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار الصيام ايه؟ اهو الحمد لله. رمضان ايه؟ جميل. جاي منين دلوقتي؟ من اسكندريه. ها؟ على هنا؟ يعني انا قاعده في اكتوبر عشان الدراسه وكده، فنزلنا نخرج شويه. انت من اسكندريه يعني؟ اه. درسي ايه؟ بدرس هندسه. هندسه حضرتك؟ سياحه وفنادق. اه كويس، مع سياحه وفنادق مع الهندسه زي نعمل فندق تصميمه حلو فيه اجانب. ايوه اكيد. في سنه كام؟ ثانيه اولى تخصص. وانت؟ اولى. قول لنا حاجه على السياحه كده. لا انا ما لا لا مبسوطين هنا؟ اه جميله. ما هو الوجار؟ هو مش ده نوع سمك او اكل تقريبا؟ الوقار. لا ده بالجيم الثاني بالقاف. الوقار. الوقار. اه انت اسمك ايه؟ منار. منار والوقار. لا والوجار. وانت؟ فرح. يا رب ايامنا تبقى فرح وسرور. قولي كلمه يا فرح، انت مكسوفه؟ اه. قولي اي حاجه. مش عايز اقول حاجه. اي حاجه. مش عايز اقول والله حاجه. مكسوفه؟ قولي لها حاجه. طيب انا بحبك قوي وربنا يخليك. اه ربنا يخليك. ادعي لي ورسيها في ودنها كده يمكن تحصل اسكندريه في نفس الاسبوع ان شاء الله. ما هو الوجار تفتكروا ايه؟ لا مش عارف. بس انت خسيتي شويه قوي والله. وانت عايز تخسي شويه يا ريت. امشي. حاضر. النهارده اكلت ايه؟ فطرت ايه؟ بيتزا. ست وانا انا طب ليه يا ست وانا طب قلبي برتو كان بسرة ملكك وانتي حرة عصري عصيب. الله الله. انا شايفك زي القمر فقلت اسلم عليك. انا زي الفل. اسمك ايه؟ اسمي سرايا فوزي. ده الاسم ده غالي عليا. الحمد لله. ازيك يا حاجة سرايا؟ الحمد لله. اخبارك ايه بقى؟ كويسة زي الفل الحمد لله. تعاطي ليه؟ عشان فرحان اللي انا شفتك. انا فرحان اني شفتك. انا نفسي اشوفك من زمان، وانا عندي 21 سنه. طب هو النصيب. مات وكان جوزي عيال عنده سرطان ومات، وانا كنت نفسي اشوفك وقعد اتعالجه. وعبد الله تعبان. ابنك؟ اه ابني عبد الله ده كان حصل له حادثه عربيه، وعبد الله بقال بعالجه كان عنده ارتياف في المخ وكسر في الجمجمه، كان اخرس واعمى واطرش، بس الحمد لله بعت له رب العالمين اللي عنده. انا اللي جنتني جلطتين. هو عمل حادثه؟ حادثه واحد دخل فيه بالعربيه. دلوقتي بتتكلم كويس؟ الحمد لله تمام. الحادثه دي من كام سنه؟ بلا كتير. ست سنين. طب انت صحتك عامله ايه انت؟ انا كويسه. انا عندي جلطتين. امتى اخر جلطه؟ لا. اخر جلطه من 7 اشهر. الف سلامه عليك. كان ودوني ولسه عاوز تعالجي ولا تعالجتي؟ آه. انا عايز اتعالج. انا عايز احد يوديني مستشفى. بس السكر عامل فيا ايه؟ سكر فتح صوابعي. سكر ضغط وعندك كل حاجه، عندك كبد. يا حاجة سرايا اه خلاص. صل على النبي بس. صل على النبي. صل على النبي. خلاص صل. مش ربنا بيرزقك؟ الحمد لله بعيش منها، باكل واشرب، بدفع 2500 ايجار. عايز صحه السكن اعيش فيه انا وعيالي. بدفع 2500. دلوقتي اول حاجه عاوزك تقولي الحمد لله. الحمد لله. بص بطلع على السلم. خلاص يا امي خلاص. بقع على السلم انا طالعه. وقع واقوم. صل على النبي. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. مش معديه وكله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله.
مش الاقصر عندنا ناس جامده؟ الحمد لله انا مركزنك من الاقصر بس عايشه اللي هي 31 سنه هنا. مش رضا؟ رضا خلاص الحمد لله. انا عاوزين نكسبك، ايه رايك؟ ايه تاخدي جايزه؟ ايه وايه جايزه يعني؟ فلوس حلوه؟ فلوس جمالها؟ انت مش عارفاني؟ لا انا شفتك وعارفاك وعارفك. مش احنا كلامنا وفلوسنا حلال؟ اه كلامك بيقولوا ذهب. ذهب اه. اه مش احنا فلوسنا حلال؟ زي الحلال زي السوق. صح؟ صح. فتاخدي الجايزه. جات لك في ميعادها؟ ايش جات لي ميعادها والله جات لي ميعادها يا ناس. هو ربنا علم. كنت عايز اجيب توك توك كابو يشتغلوا عليه بيع خضار. كل الحكومه تاجي تمشين تقومني شغال طريقه برضه عامله اشغال بس كتر خيرهم يشكروا متعاطفين معايا قوي. وسيد الرئيس اللي يخليه نفسي اشوفه نفسي اقابله نفسي اكلمه. عاوز اقول لك على حاجه، انت سعيدة الحظ انا وقفت عشان اكسبك. وعدكم بزارة النبي وسهل لكم وكفيكم شر الضيق. قول لك ايه، صلى على النبي واهدي بقى عشان انت بتقولي عندك جلطه من كام شهر. اهدي واحده ده اتنين. انت تاخد اسبرين انا اوديك الدكتور. طب اخد بدون الدكتور اكبر انا اوديك الاكبر دكتور في مصر نفسي. بس عاوزك تعملي ثلاث حاجات. تقولي الحمد لله الحمد لله وتصلي على النبي ولا اله الا الله والحمد لله اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله بين ما بينه وعمر جوزت بنات بنتين جوزتهم. والله ادعي لنا وادعي لمصر كده ربنا يشفع عندك وياخد بدك ويديك الصحة والعافية وادعي لمصر وسيادة الرئيس وينصر مصر على دم لا إله إلا الله. ينصرك يا مصر وينصر شبابك وولدك ورجالتك ورضيك ويرضى عنك ويكفيكم شر المرض والرئيس ربنا يبعد منه ولاد الحرام. أمين يا رب. وينصر بلدنا بالحلو كله ورب ما حد يخش عليها بالوحش. يا رب ما يخش يستر على مصر بين مطروح. ربنا يكرمك. حاجة اسرائيل اللي بقابلها النهارده في الامطار الاخيره في شهر رمضان، هتكسب معانا ولا هتكسب؟ بتقولوا ايه؟ تمام. واحنا اسالك سؤال وتقولي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. ما هو الوجار؟ ما هو الوجار؟ بيت الثعلب ده واحد، الدب اثنين، الجمل ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. واحد. بيت الثعلب فعلا اجابه صحيحه. قلت ايه؟ واحد. واحد. واحد والله واحد. الله واحد. ست اسرائيل اللي انا سعيد اللي بقابلها بتكسب معانا الهديه بتكسب معانا الجايزه. نقول لك مبروك. ربنا يرضيكم. فيكم شر المر. تعال تعال امك كان تعال تعال. طيب والنبي لا تعجل والله لما جيت ربنا وعدكم بزياره النبي محمد. وانت وشك حلو. مبسوطه؟ مبسوطه. الحمد لله. وديت؟ قدت. قدت العلبة كده. قدت. عاوزك تشتغل. أنا طالعة من البيت وأقول يا رب أنا علي الإيجار أكل الشهر من إيه وعبد الله عايز كوتشي وإسلام عايز كيسي. الإيجار كام؟ الإيجار 2200. 2200؟ أو النور والغاز. وديت كده؟ قدت. اشكري ربنا. الحمد لله. اشكري. اشكري ربنا. رحمة فضلك وكتر خيرك. تشكر الحمد لله حنين عليا مش وحدني لحد واصل الحمد لله. تشكر يا ريس ربنا يرضيك ويرضى عنك. اشكره ربنا ينصرك ويوسع رزقك ويهدى عليك خلقه ويرضيك ويرضى عنك ويوفع راسك بين مطروح ويجعل مصر منصوره. منصوره يا مصر. منصوره يا مصر. منصوره يا دولتنا العرب. العرب منصوره يا مصر. منصوره يا مصر باذن الله يا رب. اقولك لا اله الا الله واخيك محمد رسول الله. يا اطيب قلبي في الدنيا يا اغلى الناس يا حبيبتنا يطول ربنا في عمرك تعيش تنوري بيتنا. يا اطيب قلبي في الدنيا يا اغلى الناس يا حبيبتنا بس.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا بطل؟ ازيك يا استاذنا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. علم زيلك الزمالك كده؟ بتمشى في الهوا. كده باللبس ده؟ طبعا امال هلبس ايه؟ بص ولاد البلد اهو. اهو. من بحري. من بحري طب من الصعيد على طول. السعودية؟ اه طبعا. منين؟ من جنة. من جنة؟ اه. وانت ايه تقربي لها ايه؟ بنتها. مش لابسة زيها كده؟ لا. لا بلبس عيد. انت ايه مشهورة كده باللبس ده؟ اه جلابية. انت بتعملي ايه يعني؟ معلمة. يعني بتمثلي بتعملي ايه؟ اه بعمل لسه بقى داخلين في التمثيل وكده. جالك دور يعني او حاجة؟ كذا دور جاي لي باذن الله الحمد لله والشكر لله. دور كام؟ السابع ولا الثامن؟ يعني انت عندك خبرة على التمثيل ولا يعني هو اللبس بس؟ في موهبة عندك يعني؟ اكيد طبعا اكيد. طب كلمينا كده بالشغل المعلمين يعني. انا ماسكة سوق الجمعة والحمد لله والشكر لله وبقعد في مجال. ماسكة ازاي يعني؟ ماسكة السوق انا. بتديريه يعني؟ اه طبعا وبقى مجالس انا بحلها ونعمل حاجات كتير. صلح؟ صلح وكل حاجة بعملها. اخر مجلس حضرتيه كان ايه؟ قتل. قتل؟ اه. والله؟ والله. وايه اللي حصل؟ حلينا الحمد لله والشكر لله. بس لازم محكمة طبعا. اكيد طبعا بعد كده بنقعد بقعدة عرفية. قعدة عرفية وعاملين. المعلمة جامدة اوي. اسم حضرتك ايه؟ وعاملين احنا كرانة نعمل معلمة عسلية. عسلية؟ اه. طب اللي عامل رجيم؟ اه مش انا كلها. عندك كام ولد وكام بنت؟ معايا الشيماء ومعايا محمد. انا سعيد بالمعلمة عسلية. حبيبي. معلم اهو لو معانا عصاية. انا اللي سعيدة قوي بيك على فكرة. انا اللي سعيد بيك. انا بحبك قوي 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 وفرحانة اللي شفتك ومعايا اختي بتحبك قوي مع بعض. سلمي لي عليها. انت مساكنة منطقة ايه؟ الامام الشافعي. اجدع ناس هاجيلكوا قريب. معانا المعلمة عسلية. عسلية قولي كلمة كده عسلية. اقول ايه؟ بقول كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم السنة بخير باهل مصر كلها والشعب المصري كله. تعود علينا السنة بخير ويجعل بلادنا متفتحة يا رب. ولما بنقول كده انا فرحانه اللي مع استاذنا طارق علام اللي هو فخر مصر زي ما بنقول مصر ولاده بلدنا ولاده من كل ناس جدعان. ادي عم المعلمين اهو. المعلمه عسليه اللي هي 100 100. واسالك سؤال، مصر كسبت في اول معركه بحريه، تفتكري مين اللي كان القائد بتاعها او الملك؟ مصر انتصرت في اول معركه بحريه، المعركه كانت في عهد مين؟ الملك فاروق. برافو عليك. سنة كام؟ مش عارف. انت قربت تطلع لقدام شوية. مش عارفة اقول ايه. سنة كام؟ مش عارفة والله، يعني حد يغششني وانا مش عارف. يا عسلية مساء الخير. صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين. طيب. رمضان كريم. عيد سعيد. الله يخليك. صباح على خير. سيبنا. سحورا شهيا. وافطارا مقبولا. صوما مقبولا. اسمك ايه؟ احمد. اسلام. ابراهيم. علي صلاح. ابراهيم. انتوا صحاب كلكم؟ ابراهيم واحد. ابراهيم اتنين فين؟ انا ابراهيم واحد. طب اسال مين فيكم يبقى يعني اقوى واحد فيكم في المعلومات التاريخيه؟ تاريخيه؟ آه. مين ادبي؟ مين كان ادبي؟ انا كنت ادبي. جبت 58.5 في التاريخ. والله؟ ايه ده؟ يعني اعتمد على مين كام؟ من 60. طب ولو ما عرفش استعين بصديق؟ لا هتشيلوه لفوق وتسيبوه. هنشيلك. طيب اسمك ايه؟ على الله. علي صلاح. علي صلاح اللي بيقول عليه بيتحدى في التاريخ. انتصرت مصر في اول معركه بحريه، المعركه دي كانت في عهد مين؟ علي. انت اسمك ايه؟ علي صلاح. علي ايه؟ علي صلاح. علي صلاح السن 29 سنة أعزب ويعول يعول خمس أصحابه. إن شاء الله لو كده هيجينا حاجة. فطرت إيه النهاردة يا علي؟ فطرت عيد مع نجريسكو. مكرونة بشاميل. مكرونة بشاميل. فراخ. فراخ. سلطة. شاليمو. كلية كان عاملين فطار في الكلية والله. كلية؟ أكلنا كتير أوي. كان فطار جماعي والله. كان يلا هنشيله ولا إيه ولا لسه؟ علي صلاح يلا. في اختيارات؟ في اختيارات. ماشي. مصر تأسست أول معركة بحرية، المعركة دي كانت في عهد مين؟ اختيارات للسؤال. أنت عايزك على الفرعونية؟ من أول فرعونية. من أول فرعونية كده. أيوه أيوه. من أول فرعونية. لا استنى، معركة بحرية اللي هي مشهورة. مش الثالث. أنت متأكد؟ أنا حسب ما أنا فاكر. إيه ده غلط؟ لا. أه هو اللي يقول؟ أه هو اللي يلا هنشيله. علي صلاح. ما تقول اي حاجه. علي يا علي. حط بس الثالث. علي يا علي. يلا شيلوا علي. علي يا علي يا علي.
ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. دي جبنه بيضة وده ايه؟ دي جبنه قديمه. ده المش؟ اه. بلاش تاكلوا مش لا. بكام؟ بالكيس ب30. وده؟ 30 برضو الكيلو. انت زبونه ولا ايه؟ اه. اشتريتي ولا لسه ولا صاحبتك؟ لا بشتري منها. بشتري والله منها. طيبه؟ جدا. ومامتها طيبه اه. وحاجتها حلوه. والله يعني اشتري منها يعني؟ اه. يعني اخد منها المش ولا اخد جبنه البيضة؟ الجبنه البيضة حلوه. وريني الجبنه البيضة كده. ده ايه اربع حتة دول ولا حتة؟ حتة. انت منين اصلا؟ من القناطر الخيرية. وانت اللي عاملاها ولا جايبها؟ لا شاريها. شاريها بكام بيني وبينك؟ لا شاريها ب20. بتبيعها بكام؟ 30. الحتة دي ب30؟ لا الكيلو. كيلو اه طب ما حلو اهو. كيلو ب30 حاجة جميلة اه ربنا يكرمك. انت متجوزة؟ ايوه. ايه بقى؟ معايا متجوزة. وعندك كام ولد وكام؟ معايا بنتين. جاية هنا ليه يعني؟ جاية ليا زباين هنا على طول. والله؟ اه بقالي 4 سنين. الكفاح حلو؟ اه الحمد لله. صيف شتاء رمضان مش رمضان؟ اه اه بس بجيش الا يومين بس في الاسبوع. ليه بقى؟ علشان بعيد من القناطر. بتاخدي كام مواصلة؟ 4 مواصلات. انت عندك كام ولد وكام بنت؟ بنتين. لا انا حامل الحمد لله. ايه؟ حامل. ايوه. حامل. ايوه. في شهر كام؟ السادس. ربنا يقومك بالسلامة يا رب. قدامك بقى تشتغل لغاية شهر ايه ولا ايه؟ لا انا شغالة على طول صيف وشتاء شغالة. لا في الحمل ده؟ لا لحد ما اولد بقى. اسمك ايه بقى عشان اسألك السؤال؟ انا اسمي ايمان حسين عبد العزيز. ايمان اللي بتبيع جبنة والمش اللي ليها زبون اللي بتيجي مرتين في الاسبوع؟ ببيع جبنة بس انا ببيع طيور وبجيب فطير وكل حاجة بس احنا عشان في رمضان يعني. أوه. لكن انا بجيب زبدة بلدي وبجيب بط وبجيب حمام وفراخ وارانب. مكافحة. انت معاك شهادة؟ معايا دبلوم صنايع. والله انا مبسوط بيكي الحاجتين. اول حاجة تعملي توازن بين بيتك وهنا. الحمد لله. والشغل. والحاجة التانية معاكي شهادة مش عاوزة بقى اشتغل هنا وهنا عاوزة. صح؟ لا عشان برضو معايا عيال صغيرة ما ينفعش اروح اشتغل كل يوم. يعني اشتغل يومين في الاسبوع ماشي لكن ما ينفعش اشتغل كل يوم. بس ربنا هو اللي بيرزق. ايوه. وقول يا رب. يا رب. لا تسالك سؤال لو جاوبت هتاخدي الجايزة. فايه تقولي يا رب كده وادعي. انت دعيتي النهاردة دعوة كده في الفجر؟ انا بدعي كل يوم. ربنا يسترها معايا بس. انت بتخافي من المشوار؟ ايوه عشان انا كنت عاملة حادثة كبيرة وربنا نجاني. والله؟ ايوه. من المشوار؟ مشوار صعب. اه مشوار كبير. حادثه ايه اللي حصل؟ لا انا الوحيده اللي اتنجيت من العربيه. كان كل اللي في العربيه راكب. اه الا 14 محور. ايوه فقبل رمضان زي السنه دي كده. من سنه ال 14 كلهم راحوا. كانت حياتهم سيئه جدا جدا. وانت الوحيده ربنا نجاكي. انا الوحيده اللي ما نزلتش نقطه دم. سبحان الله ربنا هو اللي بيحفظ. الله خير وحافظ. الحمد لله. بصي انت يعني معاكي شهاده مثقفه. هو سؤال تاريخي من ايام الفراعنه. انتصرت مصر في اول معركه بحريه. المعركه دي اول معركه بحريه في تاريخ مصر. كانت في عهد مين؟ رمسيس الثاني ولا احمس ولا منحتب؟ 1 2 3 تقول ايه؟ 1. 1. ايوه فعلا 1 اجابه صحيحه. هو رمسيس الثاني. واسمك ايه؟ اسمي ايمان حسين عبد العزيز. ايمان حسين عبد العزيز اللي ربنا نجاها قبل كده وربنا ينجيها. كل يوم بتطلع على باب الله. بتطلع من ايه؟ من الفجر؟ لا بطلع من الساعة 6 الصبح. 6 الصبح؟ اه. وترجعي امتى؟ برجع بقى عشان احنا في رمضان ما بعرفش اروح قبل الفطار. بروح بعد الفطار على طول. هتروحي معاكي الهدية؟ الحمد لله الحمد ربنا والله من غير اي حاجة. وانا عارفة يعني الحمد لله ان ربنا بيحبني قوي 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 بجد. يعني هو عمره ما خيب تعبي الحمد لله. وبقول يعني اللي ربنا يعني هو ربنا فوق كل اي حد. عيط ولا ايه؟ في ايه؟ لا الحمد لله يعني انا يعني ربنا ساترها معايا الحمد لله. بتواجه وبتستحمل وتضحي ونكره الذات وذكيه وتعرف تعمل مين الفيسخ شربات تستاهل فيها يتغنى يجي 200 مليون اغنيه. تقول ايه لسيادة الرئيس؟ اقول له كل سنة وانت طيب ويعود عليك ويعود علينا الايام بخير يا رب ونبقى في امن وبسلام.